الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله ولك الفضل كله ولك الرضا كله أن جمعتنا في بيتك على طاعتك يا كريم اللهم اكتبنا من الراكعين الساجدين القانتين اللهم اكتبنا عندك في المقبولين اللهم اكتبنا عندك في الصالحين يا رب وقفنا بين يديك سائلين أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا رضنا وارض عنا رضنا وارض عنا رضنا وارض عنا ارض عنا يا رب رضا أن لا سخط بعد ارضى عن أولادنا عن أزواجنا عن ذرارينا يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يخفى عليه شيء يا من يرى كل شيء يا من يسمع كل شيء يا عالم السر وأخفى يا عالم السر وأخفى يا الله يا عليما بذات الصدور يا الله يا الله يا الله فرج كربنا يا رب فرج كربنا يا رب فرج كرباتنا يا رب يا لطيف 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 ألطف بالبلاد والعباد يا لطيف اللهم اجعلنا من الراضين المرضيين اللهم اجعلنا من عبادك الحمادين الحمد لله على كل حال يا رب يا رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين فرج عنا ما نحن فيه ألطف بنا يا لطيف ألطف بذرارينا يا لطيف ألطف بأولادنا يا لطيف ألطف بأحبابنا يا لطيف ألطف بنا وبالمسلمين يا لطيف اللهم لطفا بالبلاد لطفا بالعباد لطفا بالذرية رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته يا رب يا رب يا رب اجبرنا يا رب يا رب اجبر الحاضرين يا رب حقق لنا مقاصدنا يا رب اجبرنا في أولادنا وفي أزواجنا وفي أنفسنا أعط كل واحد سؤله
يا رب يا رب أعطِ كل واحد سؤله يا رب عمنا بألطافك الخفية نجنا من كل بلاء وبلية اجعلنا من الراشدين اجعلنا من المقبولين اجعلنا من الشاكرين اللهم اشف مريضنا اللهم عاف مبتلانا اللهم اشف كل موجوع اللهم اشف كل سقيم اللهم اشف كل أليم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا حي ويا قيوم برحمتك نستغيث اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واجعلنا من المقبولين يا رب اكتب لنا في هذه الأيام أعمالاً صالحةً تقربنا إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم